يا شيخ، قلتم في إجابة على الصيام العاجز أنه هو المسؤول عن الإطعام عن نفسه. نعم. طيب إذن لماذا يخرج عنه صدقة الفطر من كان مسؤولا عن معونته؟ نعم. كالزوجة عن زوجها عن زوجته. نعم. أولا بارك الله فيك، أن هذه ليست بإجماع، فإن كثير من العلماء ومنهما الشوكاني رحمه الله يقول إن كل إنسان مخاطب عن فطرته، فالزوج لازمه فطرة زوجته ولا فطرة ابنه ولا بقية عائلته. ومنهم من يقول إن هذا مستثنى، لأن الصحابة كانوا يخرجون عن أنفسهم وعمن يمونون، فيكون هذا مستثنى، ولأن هذا أقرب ما يكون إلى النفقة التي يقوم بها عائل البيت. لكني أنا أميل إلى الأول وأقول إن جريان العادة، يعني إلى الأول، إن كل إنسان مخاطب عن نفسه، بحيث لو أن صاحب البيت قال ما أخرج عنكم وهم قادرون يخرجونهم، لكني أقول ما دامت العادة الآن جارية بأن الرجل يخرج عن نفسه وعائلته، نمشي على هذه العادة. نعم.